ليه؟ عايزه احافظ على شرف اخويا ان انتم مرمطينه في الارض. لا ده انت مش عايزه قلم بقى، ده انت عايزه شرف اخويا. اوعيدك ليش هروحي بحق عنينا؟ ده انت فضحتينا في كل حته. هو ايه ده؟ ودخلتك علينا كدخل الشغل، بتاخدي بناتك وتحلي عنينا. فوزيه انت اللي سوالك. خرسي فوزيه. متأكدة من الكلام ده؟ متأكدة طبعا يا اخوي، شفتهم بعناي. بقول لك ايه احنا عايزينك يا اخويا، ودول احنا خلاص طلعناهم من ذمتنا، اذا كانت هي ولا بناتها ما تغوروا وتحلوا عنينا. وانت يا اخوي يلا غور، ما عايزينش اشوف وشك هنا تاني. استنى عندك. عزتك